قتل 7 أشخاص بينهم 4 مهاجمين في 6 انفجارات هزت وسط العاصمة جاكرتا قرب مكتب تابع للأمم المتحدة اليوم الخميس، وشهد عدد من الضحايا على الأرض بحسب ما أفادت أنباء رسمية وأمنية. كما أصيب مركز للشرطة في شارع بالمدينة بأضرار بعد دوي الانفجار، وسمع تبادل لإطلاق رصاص مع مسلحين قدر عددهم بين 10 و14 مسلحا. كما تحدثت مصادر أمنية عن أن أحد الانفجارات نجم عن هجوم انتحاري، وأفادت مصادر خاصة لأخبار الآن بأن هذا الانفجار قد وقع اليوم، وأن الحكومة رفعت حالة التأهب إلى الحالة القصوى. ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عتبة رامي السهيلي، معنا عبر الهاتف من جاكرتا من الهلال الأحمر الإماراتي. سيد عتبة صباح الخير، المعلومات الأولية التي لديك، هل هناك حصيلة أولية عن عدد الجرحى، وهل كانت الانفجارات متلاحقة أم متزامنة؟ في الأخبار الأخير أن عدد الضحايا طبعا يصل إلى 7 أشخاص، وكما نعلم أن هذا يحدث في أماكن تجمع الناس، في مقاهي، يعني في عند الناس يجتمعون في هذه الأماكن. وطبعا اليوم الآن أن بعض المتسلحين يعني ما زالوا في تياتر جاكرتا، يعني يسمى جاكرتا وسط المدينة، يعني يعتبر أيضا قريب من قصر الرئاسة. سيد عتبة، نعم، الأماكن التي استهدفت أفهم من كلام حضرتك أنه هي أماكن مكتظة بالسكان، أم كون أنه مركز الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة متواجد هناك بحسب التحقيقات الأولية؟ نعم صحيح، في أماكن هامة في منطقة هذه، لأنه وسط المدينة، مركز الأمم المتحدة، وكذلك هذه متاجر كبيرة، وكذلك قريب من مركز نائب العام الوطني. طيب، الانفجارات حدثت في وقت واحد أم هي متلاحقة، انفجار بعد انفجار؟ التي حدثت هي انفجارات متتابعة متلاحقة. نعم. يعني حدث انفجار أول، ثم بعد دقائق يحدث ثاني، ثالث، إلى آخر، يعني 6 انفجارات في أماكن متقاربة، يعني في وسط المدينة. أصابع الاتهام إلى من تشير بحسب التحقيقات الأولية؟ نعم، أصابع الاتهام إلى من تشير بحسب التحقيقات الأولية؟ بحسب ما قاله رئيس الشرطة في إندونيسيا، يعني بحسب قوله أنه يسمى عندهم إيسيس، يعني ما يسمى عندنا داعش، الذي يعملون هذه الانفجارات. لكن هذا أول، يعني الخبر الأول هذا، يعني كما قال رئيس الشرطة الإندونيسية آنفا. شكرا جزيلا لك لهذه المعلومات، حدثنا السيد عتبة رامي السهيلي من جاكرتا من الهلال الأحمر الإماراتي.